السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي في حل سؤال جديد من أسئلة الفيزياء العامة وقوانين نيوتن. ولدينا في هذا السؤال كما هو موضح في الشكل عبارة عن كتلة M1 موجودة على سطح طاولة، وبينها وبين الطاولة معامل احتكاك مقداره 0.2، وهذه الكتلة مرتبطة مع كتلة M2 بواسطة حبل من خلال بكرة كما في الشكل، والمطلوب هو حساب مقدار التسارع وما مقدار الشد في الحبل. لحل هذا السؤال هنستعين بالسيميليشن الموضح أمامنا، وطبعا في البداية هذا السيميليشن بخصوص الأتوود ماشين، وممكن تطبيق فيه الكثير من التجهيزات، كما لو أنه تعاملت مع الزاوية 90 درجة ثم بديت أزيدها لعند ما حصلت على الشكل اللي موجود عندي في المثال. الآن الكتلة اللي موجودة على الطاولة أعطاني قيمتها 5 كيلو جرام، وبالتالي حثبتها على قيمة 5. أما بالنسبة للكتلة المعلقة فأعطاني قيمتها أقل من 5 وكانت 2 كيلو جرام، وهنا طبعا يوجد لدي احتكاك ما بين السطح والكتلة الموجودة عليه ومقداره 0.2. لو طلبت من النظام يعرض لي الفري بادي دايجرام، فكما ترى يوجد لدي القوة المؤثرة على الجسم الموجود على سطح الطاولة والقوة الموجودة على الكتلة المعلقة. قد يعتقد البعض أنه بسبب أن الكتلة المعلقة أصغر من الكتلة على سطح الطاولة أن النظام لا يمتلك تسارع، لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى الكتلة الموجودة على الطاولة نجد أن وزنها يتعادل مع قوة اللي هو قوة التلامس العمودية، ولذلك المطلوب من قوة الشد التي تساوي M1 في G أن تكون أكبر من قوة الاحتكاك، وبالتالي لا يؤثر أنه الكتلة المعلقة أصغر من الكتلة على سطح الطاولة، فقط الذي يؤثر هنا هو معامل الاحتكاك. وإذا كان معامل الاحتكاك يجعل القوة الاحتكاكية الحركية أصغر من قوة الشد، فبالتالي الجسم سوف يتسارع على النحو اللي احنا شايفينه أمامنا، وهيك الكتلة حتنزل إلى الأسفل. وخلينا الآن نعود إلى السؤال تبعنا ونضع الكتلتين كما لو كانت كل كتلة لوحدها، وبنقوم بتحليل القوة إلى مركباتها أو القوة المؤثرة على النظام الموجود لدينا. هنتعامل مع الكتلة M1 كما لو كانت موجودة لوحدها ونضع معادلاتها، وكذلك هنطبق نفس الكلام على الكتلة المعلقة ونحدد القوة ونطبق عليها المعادلات. في البداية بالنسبة لـ M1 يوجد لدي قوة الوزن، وهي حتكون M1 في G، وهذا حتكون قيمتها اللي هي 5 في 9.8، حتعطيني 49 نيوتن. وهنالك أيضا قوة اللي هو قوة التلامس العمودية، حتكون على الاتجاه المعاكس وعمودية على السطح، وحأعطيها الرمز اللي هو N1 لأنه هذه كتلة رقم 1، وحتساوي 49 نيوتن. ولكن خلينا الآن ننتقل إلى القوة الأخرى وهي قوة الشد، وقوة الشد أنا حفترضها في اتجاه التسارع اللي هي T، على أساس أنه هذا الجسم سوف يتحرك بتسارع إلى اليمين وقيمته الأكسلاريشن اللي أنا طالب أحسبها، ويعاكس اتجاه التسارع أو اتجاه الحركة قوة احتكاك. هذه قوة الاحتكاك اللي ما بين السطح والكتلة حاطيها F1، ولأنها حركية فأعطيها تكون كاينتيك. أما بالنسبة للجسم الآخر المعلق فالموضوع كالتالي، لا يوجد له حركة على محور X إنما الحركة على محور Y، وبالتالي أنا في عندي قوة شد إلى الأسفل أو الوزن اللي هي M2 في G، واللي حتساوي 2 كيلو جرام مضروبة في 9.8، حتساوي 19.6 نيوتن، ويوجد لدي مقدار من الشد، وهذا الشد حيكون نفس الشد الذي تولد في الحبل، لأن الحبل عديم الوزن وأيضا البكرة عديمة الاحتكاك، وبالتالي الشد في كل أنحاء الحبل حيكون واحد. أما بالنسبة للتسارع لهذه الكتلة حيكون في الاتجاه إلى الأسفل، وهذا هو الأكسلاريشن. يلزمني أيضا أحدد محاور X و Y، فبالتالي حأخذ أنا محاوري بهذا الشكل، خليني أضعها في الشكل هنا، وحأعتبر هذا هو محور X الموجب، إذن هذا هو محور X الموجب وهذا محور Y الموجب. الآن نستنتج من ذلك أنه لما أنا أطبق قانون summation of F Y للكتلة الأولى على قانون نيوتن حتعطيني بتساوي صفر، لأنه لا يوجد تسارع على محور Y. إذن نستنتج من هذا القانون قيمة N1 حتساوي M1 في G وتساوي 49 نيوتن. أما بالنسبة على محور X للكتلة الأولى فيوجد أيضا يوجد لدي تسارع، وهذا التسارع حاعطيله
summation of F1X تساوي M1 في الاكسلريشن. وبالتطبيق القوة الموجودة لدي عندي قوة الشد T وفي الاتجاه السالب لأنه حتروح على الاتجاه X السالب حيكون عندي ناقص F1 كينيتيك. هذه حتساوي مقدار الكتلة اللي هي M1 اللي كانت مقدارها 5 مضروبة في التسارع، والأكسلريشن في الحالة هذه حياخد إشارة موجبة. نيجي الآن بالنسبة للكتلة الثانية. بالنسبة للكتلة الثانية خلينا نطبق summation of FY للكتلة الثانية حيساوي تسارع الكتلة الثانية مضروبة في الأكسلريشن. ولأنه إحنا افترضنا أنه اتجاه السالب اللي هو لمحور Y في الأسفل والعجلة رايحة إلى الأسفل، فبالتالي يوجد لدي الشد بالموجب وM2 في G بالسالب، وبالنسبة للكتلة في العجلة حتاخد إشارة سالبة عشان أكون إيش متأكد من هذا الكلام، فبضع إشارة سالبة هنا. إذن هذا القانون حيعطيني اللي هو ماذا لدي على محور Y؟ موجود لدي T بالموجب ناقص M2G حيساوي ناقص مقدار M2 اللي هي كانت 2 كيلوغرام مضروبة في العجلة. هيك أنا بكون حصلت على المعادلة، هذه المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2 وهذه المعادلة رقم 3. الآن من المعادلة رقم 1 بإمكاني إيجاد المجهول F1K، وبالتالي بما أنه F1K حتساوي MUK وعطاني قيمتها مضروبة في النورمال فورس N1، إذن حيكون عندي 0.2 مضروبة في 49 اللي منها حنحصل على قيمة قوة الاحتكاك حيساوي 9.8 وبوحدة لنيوتن. إذن الآن سنضع المعادلات التي لدي لاستكمال الحل. فالمعادلة الأولى حتصبح قيمة الشد في الحبل T ناقص 9.8 حيساوي 5 في الأكسلريشن، وهذه المعادلة حتعطيني T ناقص M2 في G اللي هي 19.6 حتساوي سالب 2 في الأكسلريشن. النظر إلى هذه المعادلة، لو أنا ضربت هذه المعادلة في سالب 1 فحيكون عندي هنا إشارة سالب، هنا حيكون عندي موجب وهنا عندي موجب. إذن المعادلة لو أنا جيت جمعتهم مع بعض بالجمع هذه المعادلة فتي مع تي حتختصر، وبكون عندي ناقص 9.8 وزائد 19.6 حيكون عندي هنا 9.8 حتساوي 7 في الأكسلريشن. إذن الأكسلريشن A حيساوي 9.8 مقسوما على 7 وهذا حيساوي 1.4 متر على السكند تربيع. إذن يوجد لدي تسارع لهذه المنظومة مقداره 1.4 متر على الثاني تربيع. بالتعويض عن A في أحد المعادلتين، خلينا نفترض بدي أعوض في المعادلة الأولى، فبالتالي قيمة الشد، إذن قيمة الشد التي تتولد في الحبل حتساوي مقدار التسارع 5.1 ناقص 9.8 حتروح على الطرف الآخر فحتصير زائد 9.8 وهذا حيساوي 16.8 نيوتن، وهذا مقدار الشد اللي بتولد في الحبل وهذا مقدار التسارع. وهيك بنكون حلينا سؤال من أسئلة قوانين نيوتن، ونلتقي في سؤال آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.